announcement في اول الفيديو دلوقتي تقدروا تلاقوا البيج بتاعتي على الانستغرام، مش البيج البيرسونال، البيج بتاعت كوكو سيد او القناه بتاعتي، وهتلاقوا فيها كل الفيديوز بتنزل هناك الاول، ففولو عشان تشوفوا الفيديوز اول ما تنزل. كمان هحاول انزل تيزرز وفيديوهات مختصره على الانستغرام بيج، فدوروا عليها، هحط لكم اللينك تحت. اكتر فيديو انتسيبيتد او اكتر فيديو عارفه ان في ناس كتير مستنياه، ازاي اخلي وشي نضر وايه علاقه الموضوع ده بفيتامين سي، وليه دايما بذكر موضوع الفيتامين سي كتير. بنات كتير عندها نفس الشكوى، ازاي اخلي وشي يبقى نضر، وشي كله فلات ولون واحد بهتان اصفر، بصحى من النوم بحس انه شكله تعبان جدا وبهتان، التجاعيد، اثار الحبوب، اثار النمش، بنزل الشارع برجع بلاقي بحس ان وشي زي ما يكون مكتوم جدا. كل الحاجات دي الاجابه ليها دايما بقولها هي الفيتامين سي. زي ما كلنا عارفين انت بتنزلي الشارع بيبقى في الشارع ده فيه تلوث او الكترونز مش لاقيه تونايت مع حاجه، بتخش على البروتينز والدي ان ايه والحاجات اللي موجوده في السكن وفي الجسم، بتحاول تعمل بيرنج معاها، فده بيسبب دامج للسكن للجسم وهكذا. ده اللي احنا الشورت فيرجن منه هو التوكسينز او السموم. من هنا طلع بقى الترم انتي اوكسيدنت، كل ما ده بيعلى كل ما ده بيجي علشان ينزله. هي دي بالظبط فكره الفيتامين سي، ان هو بيخش علشان الحاجات اللي احنا تعرضنا لها سواء من الاكل، من الشرب، من الميه، من الهواء، من اي حاجه، حتى من اليو في اكسبوجر او الراديشنز بتاعه الشمس، كل الحاجات دي اللي بتاثر في الوش هو الفيتامين سي وشويه انتي اوكسيدنتس ثانيين هبتكلم عنهم، منهم الفروت انزيم بيحدوا من الدامج اللي حصل نتيجه التلوث ده. طيب احنا دلوقتي عرفنا الفيتامين سي بيعمل ايه، طب بيفيد بقى في ايه؟ يعني نمبر 1 برايتر سكن، يعني احنا بشرتنا طول ما هي في الشارع بتتعرض للسمار، الكيميكال اللي هو الميلانين اللي احنا لما بنروح مثلا البحر او الكلام ده بيتاثر وبالتالي بيخلي البشره تبقى داركر، هو بقى بيخليه يعمل ريفرس، يعني بيخليه بدل ما هو يتعرض للاسمرار بيخليه يفتح، هو مش هيبيضها، يعني هنقلك مثلا من درجه ان انت سمراء لان انت تبقي بيضه، هو بس بيوصلك لدرجه البياض اللي قبل ما يحصل لك الدمج. رقم 2 بيخلي البشره مشرقه ونضره، ده نتيجه ايه؟ تخيلي مثلا انت عندك مرايه، المرايه دي عمالي اكيوميليت عليها مثلا الفيبر البخار وتراب وحاجات كده، لما تيجي تعملي لها وايبنج كده بحاجه مثلا فيها شاين او كده، تخيلي بقى الشاين ده او الجلو ده هو ده بالظبط وشك، هو بيمسح التوكسينز من على وشك، فبالتالي بيسيب البشره تكون نقيه ونضره. نمبر 3 انتي ايجينج، زي ما عملت الفيديو بتاع الانتي ايجينج اي هوب ان انتوا تكونوا شفتوه. الفيتامين سي along برضو مع حاجات كتير هتكلم عنها في فيديوز تانية بيخلي السكن يريجينريت اسرع، وبالتالي بتخليها يبقى ليها النضاره بتاعتها، وفي نفس الوقت بيخليها الرينكلز والخطوط والتجاعيد والكلام ده ما تبانش فيها بسهوله. دلوقتي انا حمستكم كفايه بالنسبه للفيتامين سي، اقول لكم بقى على المنتجات، وانا عارفه ان ده البارت الاهم بالنسبه لكم، نشتري ايه منين وبكام. انا انصحكم ان الفيتامين سي يستحسن تحطيه بالليل مش الصبح، او لو هتحطيه الصبح لازم تحطي بعديه سان سكرين كويس جدا. الريتينول، الفيتامين سي، الحاجات كلها اللي بتلعب على تجدد خلايا البشره ما يستحسنش ان انت تحطيها وتنزلي على طول التلوث والشمس والكلام ده، لان التاثير بتاع التحسس بتاع بشرتك هيبقى اقوى. فيتامين سي بيجي على هيئتين، يا اما على هيئه سيرم، الهيئه الثانيه هو انه يكون موجود جوه برودكت، يعني مثلا زي الكلانزر المنظف بتاع وشك، او ممكن يجي على شكل كبسول او شيت ماسك، ممكن يجي على هيئه كريم او موجود جوه كريم، بس مش هتاخدي من الفيتامين سي الخلاصه بتاعته الحقيقيه والتاثير القوي غير لو جه لوحده في سيرم، وده احسن حاله ليه، لانه لو كان موجود جوه حاجه من ضمنها التشكيله دي هيكون بتركيز اقل، فمش هيديكي نفس التاثير من لو هو موجود بيور سيرم. معايا دلوقتي المفاجاه اراوند 15 16 منتج ممكن تلاقيهم بسهوله، كلهم فيهم فيتامين سي سيروم. هنبتدي اولا بسكه الناتشرالز او مجموعه الشركات اللي مسميه نفسها ناتشرالز، زي اوز ناتشرالز، انستا ناتشرالز، ارت ناتشرالز، جادون ناتشرالز، لو دخلتوا على سوق وكتبتوا ناتشرالز هينزل لكم كميه سيرمز مش طبيعيه. الشركات دي كلها بتنتج مجموعه سيرمز كولاجين، هايلورونيك اسيد، حاجات ميكستشرز مع بعض، والفيتامين سي. تقريبا اوز ناتشرالز هو اكتر واحد مشهور فيهم، واكتر واحد شفت البنات عامله ريفيوز عنه على الفيسبوك،
وعلى الويب سايت بتاعت الريفيوز. فاعتقد ان هو براند كويسة. اللي انا ناوية اجربه الفترة الجاية هو الانستا ناتشورلز، حاسة البراند دي كويسة جدا، شكلها نظيف وبوتانيكال جدا، برضو سعرها اراوند 300-400 جنيه. يجي بعد كده اكتر براند فيهم شفتها سعرها رخيص على السوق، هي روشن. ارخص واحده فيهم 200 وشويه، بس انا يعني بصراحه في السيرمز بالذات ما تستخسريش فيه، لان هو حاجه علاجيه، يعني حاجه فعلا هتقعد معاكي فتره طويله وهتعالج حاجه هتقش، يعني الايشو اللي موجوده عندك ومضايقاكي قوي السيرم هيخلصك منها. يجي بعد كده البراند اللي انا شخصيا بستخدمها هي ريكسول. ريكسول برضو عندهم مجموعه سيرم، انا عن نفسي بستخدم بتاع ريكسول، هو موجود جوه كريم، فانا حسيت ان عنده البنفيت بتاع المويسترايزنج ان هو يرطب وفي نفس الوقت يديني الفيتامين سي، مكتوب عليه انتي ايج. ده الكريم اللي انا بستخدمه، بيتهيألي بان معايا في فيديوز تانية قبل كده. بعد كده هتيجي براند بودي شوب. بودي شوب بقى هتخشي الستور هتلاقي عندك لاين بحاله لونه برتقاني كده، هو ده الفيتامين سي. بيبيعوا الفيتامين سي على هيئه كبسولات، بيبيعوه على هيئه سيرم، على هيئه شيت ماسك. خشي وجربي وشوفي وايه الحاجه اللي مناسبه بالنسبه لك. انا عن نفسي جربت الشيت ماسك والسيرم قبل كده بتاع بودي شوب، حلو جدا. الحاجه الوحيده اللي بتعيبه ان الفريجرنس فيه زي كل حاجات بودي شوب قوي جدا، فانت لو بشرتك حساسه للفريجرنسز او للروائح مش طبيعيه، لان طبعا هو بيديكي ريحه برتقان بس مش برتقان حقيقي يعني، فهتبقى شويه مقلقه منه، ومع ذلك هو جاب معايا نتيجه تحفه. الشيت ماسك هعمل لكم عنه ريفيو قريب، جاب معايا نتيجه تحفه في البرايتنينج والجلو والكلام ده. يجي بعد كده براند باليا. باليا بقت مشهوره جدا في الصيدليات، موجوده كتير جدا، هي اساسا ماركه صيدليات موجوده في المانيا، مفروض انها حاجه دراج ستور برودكت مشهور قوي ولوكي ورخيص جدا، وهو عقبال ما بيجي لنا في مصر بيكون غالي سنه، بس هو ستيل يعتبر رخيص جدا. باليا از نوت ذا بوبولار، مش مشهوره قوي يعني، مش محبوبه قوي البراند دي في المانيا، ومع ذلك في مصر يعني لقيت بنات كتير بتريفيو عنها حاجات كويسه جدا. بتبيعوا على هيئه برده على كبسولز، يعني كبسوله بتتفرك وبتتعمل في الوش، ممكن تكون مره مرتين في الأسبوع، موجود على هيئة شيت ماسك برضو، وموجود برضو على هيئة سيرم. بيكسي برضو بيبيع فيتامين سي على هيئة تونر، which is حاجة رارة ان انت تلاقي فيتامين سي موجود في تونر. بعد كده في براند اسمها ريفوكس، برضو معرفش عنها اي حاجة بس هوريها لكم، هوريكم سعرها. براند اسمها ترو سكين، الحاجة بس اللي بتعيب السيرم ده ان هو موجود في ميكسر، وبالتالي هتكون الكونسنتريشن بتاعة الفيتامين سي اللي موجود فيه قليلة. في بعد كده براند اسمها ادفانسد كلينيكلز. براند ادفانسد كلينيكلز دي هيلة جدا، وانا عن نفسي ناوي اجيب الجار الكبير، عندهم كميات كبيرة which is حاجة حلوة جدا، لان هو هيقعد معاكي وقت طويل جدا، بيبقى سعرها حوالي 390 او 400 جنيه، بس هي بجد حاجه قد كده. ده برضو بيبيع فيتامين سي على هيئه سيرم وعلى هيئه كريم. من البراند المصريه برضو اللي بتبيع الفيتامين سي هو كليو. انا بصراحه شفت ريفيوز كتير وحشه على كليو، انا مش هقدر اجزم لان انا ما جربتوش بنفسي، بس I want advice ان احنا نجربه يعني، علشان الناس اللي كانوا اتأذوا منه اتأذوا جامد، فخليكوا يعني تيب تو. الميزه الوحيده فيه طبعا ان هو براند مصريه موجوده في كل الصيدليات، ممكن تتصلي بالتليفون بالصيدليه وتجيبي، سعره رخيص جدا، بس مش هتودي وشك في داهيه علشان تعملي حاجه سعرها رخيص او تكون موجوده ومتوفره يعني. البراند اللي بعد كده هي فارماسيرس، برضو بسمع عنها حاجات ميكس ريفيوز، في ناس بتقول كويس قوي، في ناس بتقول ابعدي عنه تماما. انا عن نفسي ما جربتوش برضو، بس هي موجوده في كل الصيدليات فارماسيرس. داتافيس برضو من البراندز اللي شفت بنات كتير كاتبين ان هي حاجه كويسه، البراند كويسه جدا، وبرضو منزل سيرم فيتامين سي. يبقى التوب بعد كده المعلم الكبير اولي هندريكسن، هو مش موجود في مصر قوي بس في اونلاين بيجز بقت تجيبه كتير، عندها لاين بحاله اسمه الجلو او البرايتنينج، وكله موجود فيه فيتامين سي. واخيرا لو اتصلتي بالصيدليه في اي وقت من الاوقات وكلمتيهم قلت لهم لو سمحت انا عايزه سيرم فيتامين سي، هيبعت لك حاجه اسمها سي ميكس، سعره حوالي 35 جنيه مش من فترة كبيرة يعني. انا جربته اللي هو بتاع الصيدليات ده، حاجة رخيصة قوي قوي يعني. في بنات بتقول ان جاب معاها نتيجة كويسة، بس بتهيألي كل ما كانت بشرتك سوفيستيكيتد اكتر كل ما هتتقبل حاجة رخيصة او لا، ده دي جنرال رول يعني. انا مثلا انا طول عمري بستخدم براندات معينة بقالي مثلا 11-12 سنة، فلما باجي احط حاجة فعلا تشيب قوي كده بتدي رياكشن وحش قوي على وشي. لو انت بشرتك مش مجتهدة قوي او مش ادفانسد قوي، ممكن تتقبل حاجة زي كده اللي هو على اعتبار ان احسن من مفيش يعني. جربي لو انت حابة تجربي يعني في الاول، ومع ذلك لو جاب رياكشن بطليه على طول، وابتدي شوفي البراندات التانية اللي انا كنت بتكلم عليها دي. لو عجبكم الفيديو سبسكرايب لايك كومنت لايك شير، واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. Thank you. Bye-bye.